بروين عبد الفتاح، مديرة برنامج التدريب والتوعية بمؤسسة التآخي. اليوم جلستنا هي على المشاركة المدنية الفعالة وحق تجمع السلم وتكوين الجمعيات بالتعاون والتنسيق مع الزميلات والزملاء بجمعية نبض. طبعا الحضور هن ممثلين منظمات المجتمع المدني بمدينة الرقة. ورشتنا هي نشاطنا هو عبارة عن سلسلة ورشات بشمال وشرق سوريا بمدينة الرقة والدير وقامشلي والحسكة. الجلسة أو الورشة كان الدور حول مثل ما ذكرنا الحقوق بشكل عام للإنسان والتجمعات والجمعيات ودورها الفعال. كان النقاش فعال وبمخرجات التطبيق هذه الحقوق فعلياً.